إذا إجا المطر بغرق، شوب ما في كهرباء، المي يعني، والحياة كتير صعبة بالخيمة، دائما بقدر ممكن ننام بلا عشاء، ممكن في ما في فطور. جو الصيف يعني ما بنحسن نبرك في الخيمة، ما في شيء عم بيعزل، ما في شيء عم بيعزل الحرارة، عم يجي كله نايل، وعم تيجي الحرارة على الشادر وترجع تدخل على الخيمة عم تصير نار. بنقضيها تحت الشجر أو مثلا بفيانة نحن بنعملها نبرك فيها بالصيف. كمان الخزانات والمي، كل 5 عائلات على خزان مي، والنقل بالسطول والطناجر هيك شغلات. بنيات يعني ما عندي حدا يشتغل، عندي زلمتي ما يقدر يشتغل، بنتي كبيرة كل شيء عمرها 16 سنة قاعدة شغلها بالفاعل، وين نلقى شغلة ندفشها تجيب لنا حق الخبزة، يعني عيشة موت.